أشفقت على الدنيا ومن تبعها، كثيرا قد أغرتهم وألهتهم بمتاعها ونسوا أنها ليست لمن تبعها. كم من سلطان تربى على عرشها، ورب لا يوجد والكبور تشهد وسكانها. أتينا إليها لنعبد ولنطيع خالقها، وليس لنطوف وننهل من مشارقها ومغاربها. لا تغرنكم الدنيا يا أهل الكتاب، إنها سراب وأي سراب، فعند الرحيل لن نأخذ لا مالا ولا ألقاب. اتخذ من القصور منازل ومن الذهب أنامل، فلن يحويك إلا التراب. يكفيك تباهية، يكفيك غرورا، فلن تسعك إلا الكبور. يكفيك تسلط، يكفيك جور، فأنت فان مهما تعاقبت الدهور. واخشى يوم اللقاء، يوم تضيق فيه الحناجر والصدور. اسرق الأموال واكتنز الكثير، فربك على ما تفعل مطلع خبير. يا من تكتنز الأموال وتحرم الفقير، ما أنت وبالله إلا ضرير. اليقظة أيها الغافلون، فعند الموت لن يأتيكم النذير. واعمل للقاء ربك، فإنه من بيده الملك وإليه نسير. وخذ رحالك من التقوى ليوم لا يوجد به صاحب ولا نصير. واطلب العفو والمغفرة ليوم للعفو أنت أحوج وفقير. واترك الغافل والجاهل لربك، إن ربك على كل شيء قدير.